بنتابع معكم مشاهدينا وبصرنا استضيف المطربة إليسار. إليسار أهلا وسهلا فيك. بوناني، بدي أقول نعاد عليك سنة جديدة وأهلا وسهلا فيني عندكم. يعني شرفتينا اليوم بالسنة الجديدة، فعلا هيك سنة تكون مليئة بالفرح والحب والرجاء. صحيح. إليسار اليوم مستضيفينك كمطربة، بس أكثر مستضيفينك لتعطينا اختبار شخصي اختبرتيه مع الرب يسوع. حضرتك اختبرت الألم، الوجع، واختبرت انتصار القيامة. صحيح. اليوم كيف بدك تشرحي لنا أكثر؟ أنا فعلاً صرت إنسانة تانية، والحلو إنه قبل بدي أعلق على موضوع إنه اللي بيعيش الفرح والقيامة مع يسوع أو بيعرف يسوع صح، بتحسي كل يوم عم بيتعلم وكل يوم عم بيكبر بمحبة يسوع. وأنا بقول لهم بعدني كل يوم مشروع عم بيكبر وعم بيتعلم يسوع أكثر. بلشت القصة هلا أنا لطالما كانت أكيد بنت مسيحية صالحة وكل شيء، بس ما كانت فعلا لمست وجوده بحياتي، ما كنت بعرف تفاصيل كتير عن إيماني المسيحي الحقيقي. يعني أنا للأسف بقول دايما أنه نحن المسيحيين، معلي لو بدي يكون شوي عم بحكي بشغلة مش حلوة، إيماننا المسيحي شوي سطحي سوبرفيسيال كتير، ما عندنا هالشغف أن نتعمق أو نفهم حقيقة إيماننا، كيف نعيش إيماننا. أوكي، نحن مسيحيين بنروح على الكنيسة يوم الأحد وهيدا هي، يمكن شيء تورثناه بعيالنا. للأسف أنا كمان كنت هيك. هو التدين الطبيعي، نحن بنقول الإنسان عم بعيش تدين طبيعي، بس يعمل لقاء شخصي مع يسوع بصير الشغف بصير كل يوم 100%، بصير بتحسي حالك عم بدك كل الوقت بدك تحكي بيسوع. صح. بس حتى ما فينا نقول انه انا ما بعرف، انا ضد كلمة التدين او ديانة. انا بقول انه نحن ما تعودنا نتعرف عليه صح. يعني للأسف انا هلا رحت على غير مطرح، لازم يمكن ركز اكتر على الشهادة اللي صارت معي. كنت حدا بيروح على الكنيسة عادي وما عنده يعني غير ممارس جدا، يعني مش مسيحيه ممارسه، بيروح لانه يمكن شخص مسيحي لازم يروح عليه. صح، هيك ما كنت افهم ليش وكيف وهالقد المحبه. المهم في شخص لعب دور خلاني اكتشف اول شيء سر الاعتراف يلي كان صار لي زمان وقت طويل ما كنت اعرف معناه الحقيقي، او ما كنت حتى اعترف، يعني كان صار لي فتره طويله. هذا شخص بوجه له، هو صديقي، بوجه له تحيه. اكيد اسمه بيير. اكيد اسمه بيير، فخوره جدا انه هو صديق. اول بلشت الطريق بلشت بسر الاعتراف، لما قررت اني اعترف لانه طلب مني، وطبعا انا حدا مش ضد الكنيسة، يعني ما كان عنده هالصعوبه انه حدا يقنعه. اعترفت ووقت اعترفت حسيت بهالسلام او هالراحه يلي اجت بعد ما اني توضعت ورحت حطيت كل همومي واعترفت بكل خطاياي عند الخوري. من هناك بلشت القصة، بلشت اتعلق بالكنيسة، بلشت اتعلق بالقداس، بالمناولة، بالسجود، بالقربان. بس كنت مشان ما اكون يعني تكون صريحة وصادقة، كانت في روحات ومجيات، يعني كان في انقطاع، كان في أسئلة براسك، شك، كان في أسئلة، ما في شك، بس كان في أسئلة كتير، لأنه أنا ما كنت بعرف فعلا إنجيلي، ماني قاري إنجيلي، ما بعرف عنه شيء للأسف. فكان في كتير كيف بيقولوا مؤمنة، بس كانت كتير أمرار غيب أقطش، يعني ما كنت بعد فعلا مثل هلأ فيني أقول أنه أنا متمكنة من إيماني. فالذروة كانت بوفاة الوالد يلي مرض بمرض السرطان. كانت وصلت لمرحلة من الإيمان جيدة، بس ما كنت فعلا بعرف شو مشيئة ربنا بحياتي، يعني هو ماذا يريد مني. ما كنت بعدني بردت كلمة فلتكن مشيئتك. فبهيدا بالمعركة مع السرطان، وكمان بذكر انه كمان الوالدة عندها سرطان، يعني انا مرقت بمراحل صعبة جدا بناس، بأقرب ناس لألي كانت الخبرة، يعني شوك كبير، كانت صدمة كبيرة بظرف 3 سنين ورا بعض. يعني الوالدة بلشت سنتين خدمة على طول، ما كنت أترك الصلاة، بس طبعا من وراء التعب كنت
يعني قد ما فيني جرب وفق، بس ما كنت اقدر وفق. بعد دغري بسنه كمان بكتشف الوالد كمان عنده سرطان، يعني ما كان عندي مهله اخذ فيها نفس. وللاسف انه الوالد كان السرطان متقدم عنده، كنت عم بشهد وعم بينازع يعني بالمعنى الحقيقي. والوالد كثير هو اقرب انسان لإلي على وجه الارض، يعني هو الصديق، هو المنتج اللي ساعدني بمسيرتي الفنيه، هو اللي الله يرحمه انتج لي اول اغنيه، فكنت معلقه فيه كثير، كان حياتي. هو من الاشخاص اللي بيحرقوا لك قلبك، يعني ما بيحكي عن الالم. تعلمت معه، تعلم وحده، ما كان يشاركني مشان ما يعذبني. تعلمت منه الصبر، تعلمت منه الرضا، كان يقول يا رب بكل ما كان ولا مره سمعته عم بيتقفف ولا مره سب. هيدا بيجي من روح القدس فعلا، لانه انا كنت عم صلي له كثير، وكان دائما يقول له يا رب، يعني اكثر مره يكون صعب وقت يكون عم بياخذ مورفين يصرخ يقول يا رب من قلبه. وكانت هيدي التجربه قاسيه لدرجه اني انا وصلت لمرحله ما شكيت بوجود يسوع، بس قلت له ليش؟ ليه عم يعني ما كنت اعرف انه اللي بيحمل الصليب معه هو عم بيتقدس، هو مبارك، هو عم يعني انا بعدين اكتشفت انه هيدي بتخلي البيت او بتخلي الشخص يقرب من يسوع اكثر، يعرف شراكته الالم. ايه شراكه الالم. وهيك صار لفتره معينه. للاسف بعدت عن الكنيسه، انه مش بعدت لاني شاكه، بعدت لاني زعلانه. وقلت له، قلت له انا زعلانه منك، انت كثير عم بتحملني، انا حدا ضعيف. صبرت يسوع قد ايه رفيق وفي من إيه خلال انه عم تشكي له؟ انا زعلانه، انا دائما بحكي هيك هالعفويه. اصلا كنت دائما اقول له انت عم بتحملني صليب، انا بعد مش جاهزه له. يعني كان عندي الوعي اني عم بحمل صليب، بس قلت له يا رب انا اختنقت، ما بقى قادر اوصل بدك. يعني ايه كنت بس لكن نزلت دمعتك عن جد. ايه ما حالة. طبعا هذا الشيء بعدني لهلا انا بعاني من غياب الوالد كل دقيقه، ودائما هذا الشيء يعني بيؤلمني جدا. بس نحن مع العلاقه، نحن هذا طبيعي، نحن اولاد المسيح، اولاد القيامه، عندنا رجاء القيامه، عندنا رجاء. طبعا اللي ما عنده رجاء صعب عليه الموت، ما بيقدر يفهم الموت، ما بيقدر يتقبل الموت وفراق الناس اللي بيحبهم. انا امرار بشرد بقول انا مشتاقه لبيي هلا بدي اشوفه، بس برجع بتذكر وبقول انه في يسوع، يسوع هو اللي لازم احبه اكثر، هو ايه بيي، هو خيي، هو اللي بيقويني، انا بس فكر فيه برتاح. وفعلا صدقني امرار الشوق او انه انا الظلم اللي راح فيه الوالد، العذاب اللي تعذب فيه، يعني كان عم شفتي كيف حدا بيتصفى، كان بعيش مرحلة القداسة فعلا. فبقول انه انا تبلور كل ايماني وكبر وفهمت مشيئة ربنا بحياتي بموت الوالد ومرضه، ومن وقتها صرت انسانة ممنوع غيب عن القداس، عن السجود، عن الاعتراف، حتى لو ماني عامله. شوفي لاي درجه وصلت من الوعي ومن المحبه ومن التواضع. انا بقول سر الاعتراف، في كثير ناس يا ريت بعد شوي نحكي شوي عن الشبيبه. صحيح. اللي مش فاهمه سر الاعتراف شو. صحيح. مهم بحياتنا. صحيح. قد بيخلينا متواضعين. صحيح. نعترف بخطيئتنا، ننحني. صحيح. ونعرف غلطنا ونعترف فيه. هون وصلت لمرحله انه اذا ببعد عن الكنيسه بضيع، صار عندي ضياع برا الكنيسه. كل يوم الحمد لله. اذا بيصير لي ايه اكيد لا ما راح اقول لك، بس كنت في مرحله ما كنت تقريبا الحق جماعات بكل يوم بمطرح، يعني اعتبر التنين بالسهيل، الثلاثه بالزروع، الخميس بدبي، الجمعه عندي مسيره، هلا صرت بطلع مسيره مع يوسف ماري بدي احكي عنهم. ايه. الشبيبه الرائعه. سافرت مع عتلي لوميير على ميديغوريا. شو بيصير في نشاطات هلا قريبا؟ في نشاطات كمان عم نساعد فيها او ساعدنا فيها صراحه. ايه كمان رح احكي عنها، اللي هي جعلتني كمان هون وظف صوتي للكنيسه ولا يسوع. بدي احكي كيف استخدمت صوتك لمجد الرب، استخدمت صوتك للترانيم. للترانيم صح. خبرينا اكثر. وصلنا لمرحله انه بهال يمكن قبل وفاه الوالد، كمان بمرض الوالده كان في عندي ندر. الوالدة طبعا ما كانت قادرة تسافر، انت يمكن بتعرفي ميديغوريا فيها مراحل صعبة من المشي ومن النظورات والجبل. صحيح.
فوقتها رحت وكان عندي نية براسي انه بدها تكون نذر عن الوالدة. بتصدقي بعد وقتها ما كنت عارفة انه انا رايحة على فرح شخصي، يعني انا رايحة افرح باليسوع. يعني ما هو نحن دايما مشكلتنا انه منصلي لنطلب، وهذا غلط. يعني نحن لازم نصلي كل يوم لنشكر الرب. سلام، والصلاة هو سلام وفرح. صحيح. من دون الله ما بتلاقي فرح صلاتنا، بس نحن لنجدد لقاءنا. انا دايما بقول له انت مش ناطر صلاتي. صحيح. انت شو بدك من انت بتطلب مني صلي لحتى غذي روحي، مثل ما بغذي جسمي بالاكل بغذي روحي بالصلاة. لانه قد ما تكون مبارك وقد ما تكون بهيدي الدنيا محمي، ما فيك تكون محمي من الخطية، نحن من الشيطان. إنه الولادة الثانية بنيكوديموس، الولادة الروحية. صحيح. اليوم حضرتك عم تحكي عن الولادة الروحية الحقيقية، الحقيقية اللي من القلب نابع. صح. فوقتها رحت على ميديغوريا. بتعرفي ميديغوريا بيكون عندك تأمل. صحيح. يعني رحلتك هي كلها كناية عن صلاة، يومي أداديس على سبعة أيام، اعترافات، سجود للأربان، سجود للأربان على طول. صحيح. أكثر شيء تعلمت بميديكوريا الصمت. الصمت والإصغاء. تأمل. لأنه بيسجدوا، ما بيسجدوا مثل عنا بلبنان. هلا أكيد بنسجد، بس هناك في وقت أكبر. في بيئة حاضنة للتأمل، لأنه منطقة هي معدة للصلاة. فبتقعدي أمرار ساعة عم تتأملي. وصلت لآخر يوم بميديكوريا قبل ما فل. كنا صايمين صيام السيدة، صيام العيد على الخبز والمي. وفعلا وقتها تعلمت قيمة الصيام، الصوم شو بيجعل الإنسان، بيجعل الجسد مقدس أكثر، بيقدر يقاوم، بيقدر يسمع ربنا أكثر. فوقتها صوت الروح القدس طبعا. فوقتها بتذكر كثير منيح آخر نهار قبل ما نفل، كنت زعلانة وبدي فل، بحس بشي وقف حدي على ايدي اليمين هون هيك، بحس فيها طبعا ما شفتها بس بسمعها بدينتي عم بتقلي اليسا صار وقت الترتيلي. واو. انا كنت من قبل قايله لك هلا انا اشعر شعر بدني. انا كمان كنت انا حاكي من قبل ومفكره بالفكره وقايله قدام اصحابي انه انا بدي اعمل، يعني بس ما كنت عم بحكي، بس ما كنت اخذ قرار. يوما سمعت، مع انه انا كنت بين الناس اكيد سمعت وحده، وكان في حد شخص بحبه كثير، انسانه كانت مرشده معنا بجروب تلالوميار اللي رحنا فيه على ميديغوريا، بوجه لها تحيه، هند بحبها كثير. كنت قاعده على شمالي وانا على يميني بتذكر، وسمعت بدينه اليمين كانها عم توششني العذراء عم تقول لي اليسا صار وقت الترتيله. وفعلا انا رجعت من ميديغوريا على لبنان، ما كان عندي شغله وعملي غير اني بس اسعاتها خلص الترتيله. يعني زياره ميديغوريا غيرت جزء طبعا. كنت برجع وبقول لك نقله، كانت نقله، كله 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 كان عم بيشتغل. يعني الروح القدس او وجود يسوع شوي شوي كان عم انا بقول لهم دائما بقول طريق يسوع طريق بدنا نستحقها، بدنا نتعب كرمالها، بتجي مع الوقت. ما انا ما بعرف، انا هيك انوجدت. كيف اكتشفتي حب يسوع لك؟ بكثير اشياء، كل يوم انا كل دقيقه. خبرينا هيك كم شغله بس لهيك المشاهدين. انا بقول لك اكثر شغله، انا بقول لك امرار بس تكمل لك فكره عن عن الترتيب، انه شيء كثير مهم. صحيح. كنت عطلاني هم انه انا كيف بدي اقدر، كيف بدي اعمل ترتيلي؟ انا ما بعرف حدا بيكتب ترتيلي، بعرف ملحنين شعراء، ما بعرف حدا. وبعدين ما كان عندي هالبادجت اني اشتغلها، رح اكون كثير واضحه. والانسان لازم يكون متواضع وصريح. صحيح. الشخص اللي ساعدني اللي هو بيير كان عم بيقول لي صار انت اذا وصلت لما مطرح مسدود ما تعتلي هم، انا جاهز وفي كثير اصحاب من عندنا جاهزين اننا نقدر نعمل كل شيء، شو بدك تسجيل. يعني صدقي انه ما عزت لا ما دفعنا قرش، يعني مثل ما بيقولوا تقدم الكلام واللحن بسرعة. طيب. خيالية. كلام مين وألحان؟ كلام وألحان صديق العازف وصديق الرائع كمان المؤمن جدا ملحم صعب، كمان بدي وجهه تحية. كلام أكثر من رائع، اللحن كان على قد ما أنا كنت حابة يكون في تطريب لتمجيد العذراء. استوديو كمان لجوني يمين اللي بدي له كمان استقبلنا، وما كلهم كانوا عم بيشتغلوا بهذا العمل من دون مقابل.
كمان فيني اقول كمان انه نور الشباب صحيح. صوروا العمل كمان وكل كل كل شيء كان يعني. صدقيني انا قلت لها للعذراء انا ما عزت اطلب منك حتى تساعديني، كله كان يعني انت كنتي اوريدي محضرتي لي كل شيء وقتها جيتي سمعتيني قلتي لي انه الترتيلي صار لازم وقتها، كنت محضرتي لي كل شيء. يعني العذراء كان بدها منك انه تستخدمي هالصوت اللي انت استخدمتيه للطرب كان بالاول لمجدة. هلا برجع للسؤال اللي سالتيني اياه، انه في كثير امرار انا عندي ناس بعائلتي ما اختبروا الايمان هالقد، يعني انا ما اختبروا محبه يسوع او بعد ما عاشوا ما بعرف كيف بدي اوصفها وجود روح القدس بحياتهم. انا بقول لهم الحمد لله بحس روح القدس مرافقني، كيف بقدر اعرف؟ وقتها انا بكون عندي سؤال وما عندي حدا يجاوبني عليه او لم استشفي، يعني ما شبعت او ما فهمت جواب جاني من بشر، من خوري، من صديق صحيح. من حدا بيدرس لاهوت، لانه عندي اصحاب. فدائما بحط بقول انا يا رب ما بدي اطلب من حدا، بدي اطلب منك الجواب، او بكون عم بستشير. انا من النوع اللي تعلمت مع الوقت كل شيء بعمله بستشيره قبل، يعني بقول له انت قل لي بروح ولا ما بروح، انت قل لي هذا الشخص بخليه يقرب على حياتي ولا لا، انت قل لي هذا الشخص بيستحق انه لو دائما بيستحق الغفران اي شخص لانه علمنا يسوع، بس بيعطيني علامات. ودائما صدقيني باسكال ما بتصدق، بتجيني دائما الجواب يا انا وفاتحه، لانه انا دائما بقرا الانجيل وبدرس الانجيل تقريبا، يعني انا مش بقرا وبمرق قراءة، لا بكتب كل شيء بيقوله يسوع، بسطر وبتعلم وبحفظ تقريبا، بجرب احفظ الايات لانه حعوزها بعدين. فدايما بيكون يا الجواب بيكون انا وعم مثل الانجيل، واكثر الاوقات بيكون بالكنيسه يوم الاحد يا خوري الاعتراف تبعي المرشد بيجاوبني ليون، واكثر الاوقات ما بتصدق بالعظه بالانجيل. شو حلو. وبكون الموضوع مختلف او بعيد، بتجيني بيجيني جواب بالعظه، هو عم بيقول العظه الخوري بيجاوب عن السؤال يلي انا ضايعه فيه او انا عندي. يعني مره من المرات على سبيل المثال فكره، في عندي اشخاص بحياتي حولي وهن كثير قرب مني، دائما بقول لهم بليز طولوا بالكم، ما بدنا نسب، ما بدنا ندعي على الناس اللي حولنا، انه مينيموم ولو انا عندي سلام بدي كرمالكم مش بس كرمالي. توصل لمرحلة هو الأشخاص ما بيسمعوا منك، ما بيقتنعوا. صرت أوصل لمطارح أني بدي زعل الأشخاص اللي كمان اللي أنا عم بقلهم، يعني أنا عم بقلهم كرمالهم وكرمال يعيشوا الفرح والسلام مش عم بيقتنعوا، بس خلص بيتعبوا بقولوا دايما بدها تحكينا عن يسوع. مزبوط، هيدا هي. بصيروا يتعبوا وبعدين أنت طيب أنت بدك تعلمينا أنه أنت أصغر منا. صح. صرت لمرحلة أنه أنا صرت تقساني أنه طب أنا لازم أعمل شيء، أنت قلت لنا يا رب بشروا، أنت قلت لنا يا رب أنتوا بتشتغلوا على خلاص عائلتكم والناس اللي حولكم. وصلت لمرحلة ضغط، بيقوم بالعزة بيصلي كلمة من يسوع أو بتعاليمه أنه لا أنتوا بتعملوا اللي عليكم، بتوصلوا لمرحلة ستوب بتتركوني أنا أعمل. اشتغل صح. فيهم أنتوا عملتوا دوركم، ما توصلوا لمرحلة تنقذوا العالم عندكم أو أنتوا بس قديه بتصطدمي بناس بيقولوا أنه كل الوقت بدها تبشر، كل الوقت بدها تحكي عن يسوع، حلك شيء. ورح نفوت هون شوي بالشبيبة اللي أنا دايما بحب، ما بعرف ليش بحب دايما اتوجه لها، لانه هون الاشخاص لانها هيئته رسالتك الشبيبه. انا مثل ما انا بحس هيك صحيح. رح اقول لك على طريقه هيك بتضحك شوي يمكن مهضومه وبتصير مع كل الناس. الشاب بيكون عم يتعرف على بنت، وانا طبعا بعدني غير مزوجه، يعني تقريبا عازبه، مش تقريبا عازبه. نفرح منك يا رب حبيبتي. فاول ما بتكوني عم تحكي مع شخص بيكون هو كمان مؤمن وجيد، فانت وقتها بتكوني هالقد بتحبي يسوع وروح القدس بيشتغل فيكي، عندك شغف، ايه بتحسي بدك تذكريه بكل شيء، صح، بتحسي انه هو اصل كل شيء، هو لازم يكون سبب كل شيء بحياتك، يعني بتقعدي تشتغلي انت عم تجلي بكل شيء، حتى انا وعم غني انا وعم بحضر لعنكن. فما ادري كيف بكون عم بقول مثلا يسوع او مثلا شغله اللي كثير بتستفز الناس بهذا بجيلنا، بس تقولي سلام المسيح بتصيري وتطلع فيكي بدك تصيري راهبه بك شيء. طيب إذا قلنا سلام المسيح أو قلنا المجد لله أو مجد لله أو الله يباركك أو الله يوفق، يعني أو نهار مبارك، نهار مبارك صحيح، أو مثلا أنت وعم بتقول الله يرحمه وقلت المسيح قام كمان بطلعوا فيك. ليش صرنا بزمن إذا الفتاة أو السيدة أو أي أو شاب قال هيدي الكلمة أو
بيعتبروه انه نقزة او صار فيها خجل. خجل صحيح، او انه في شيء غلط. انا كتبتها مره حطيتها عندي على السوشيال ميديا وقلت لهم على السوشيال ميديا بدنا ننتقل جدا صحيح. جدا ونشاطي على السوشيال ميديا من ورا محبه يسوع علمني ان يكون اول شيء مبشره بطريقتك. يعني حدا هلا انا ما فيني اقول بعد اني مبشره، لانه انا بعتبر التبشير بده جهد كبير. صحيح، بس انا بده معرفه كبيره من خلال كلماتك اللي بتكتبيها، من خلال معرفتي المتواضعه هلا لهلا بتعاليم يسوع العامه الاساسيه. اذا فيني اقول باللي قطع، باللي قطعنا فيه للاسف بالثوره اللي صارت بلبنان، كان عم يوجعني كثير شيء يمكن هالقد. لكن اللي بيحبوا يسوع واللي بيعرفوا يسوع الحقيقي وبيعرفوا مسيحيتهم الحقيقيه، بيصير اي شيء صغير بيوجعهم، خاصة بس يشوف المسيحي خيو المسيحي مش قريب من ربه. صحيح، يعني بالثورة بيتألم من بيتقل. أنا كتير كنت موجوعة وكنت مصرة أني ما أطلع على السوشيال ميديا ولا أحكي، لأنه كنت هالقد غضبانة بغضب غضب غضب يسوع بالهيكل. إذا بدنا نقول أنه مش عم شبه أكيد بعيد الشر تشبيه يسوع، بس عم بقول أنه الغضب يلي يسوع شافه وقت لقى أنه الناس مش عم تسمع كلمته، عم بتدنس الهيكل، الفريسيين يلي بيقولوا شيء وبيكونوا عم بيعملوا شيء تاني عم بيفسدوا. فكنت دائما اقول لهم، وكان دائما رسالتي بالثوره اقول لهم ما رح نحكي سياسه، بس انت يا مسيحي وقت عم بتسب خيك المسيحي يلي هو من فريق تاني، انت شو عم تعمل؟ انت عم بترد الاساءه بالاساءه. طيب انت منك اول شيء علمنا اياه يسوع المحبه، احبوا بعضكم بعضا واحبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم. صحيح يا اخي. طب كيف بدنا نكون؟ طب نحن اعتبر انت نص مؤمن او منك فهم فعلا ايمانك. طب اذا انت عم بتقول هذا الشخص فاسد ومسيء، طب ما انت عم بتسأله، انت عم بتشبهه بمطرح الاساءه، انت ما فيك تسيء. بعدين نحن لازم نكون، ليش نحن ما عم بفهم؟ ما ليه مش فاهمين اللي حتى كثير كانت لا. وبعدين المؤسف واللي هون المضحك، يعني المبكي المضحك، بنفس الجمله بيذكروا يسوع وبنفس الجمله عم بيسبوا خيهم. كيف بيكون عم نقول يسوع وبنفس الجمله هو اللي قال لك اذا كنت مزعل خيك اترك قربانك وما تروح صحيح. طب انا واللي اكثر من هيك، وهذا دايما يستفزني بالمسيحيين، ما علي نحن اليوم بدنا نحكي عن هالقصص تنضوي عليها، لانه شبيبي لازم تفهم. المسيحي يلي بيقول انا مسيحي ولا يفقه ولا يعلم شيء عن انجيله او عن تعاليم يسوع. انا بروح على الكنيسه بالجمعه العظيمه بس. طب انا كيف بدي اسميك مسيحي؟ ما علي نحن ما نعم من دين، لا بس نحن عم نقول انت مسيحي. كيف؟ صح. مسيحي لأنك ولدت وعلى هويتك مسيحي، مسيحي لأنك بتعيش تعاليمه. أنت بدك تكون دائما مسيحية طريقة عيش. مظبوط. أنا بقول لهم بجرب أعمل المستحيل بس بمجتمعي الصغير، بيومياتي بين أهلي وأخواتي والناس اللي بتشتغل معي، ويمكن في ناس كتير بيشهدوا، بنكون بالسيارة حدا بيسب أو حدا بيدين حدا قاطع على الطريق، ليكو هاي بقول لهم بليز. امرار بينزعجوا مني، اليسا بتزيديها؟ بقول لهم لا، انتوا اللي بتزيدوها، انتوا اللي عم بتدينوا، ما بتعرفوا الشخص شو ظروفه واقف على الطريق. صحيح. اللي عم بيشحد المره اللي يمكن مش صالح، ما تدينوا، لانه بالكيل التي يكال اليكم تكيلون فيه يكلكم. صحيح يا عمي، هيدي فيكم تقدروا تضبطوها، ما عم تعملوا كثير، تضبطوا تمكن وعقلكم. صح. قلبكم. صدقيني والله ماني عم بكون مثاليه، بس بجرب كل يوم ودايما بقول له يا رب. عم رب بوصل لمطرح بقول له شو بعدك طالب مني؟ بعد بدك اكثر، وانا ما عم بقدر. بس دايما المسيحي كمان اللي مثلي اللي بيتعرف على يسوع بده يضل حاطط براسه التواضع. صحيح. لانه الغرور اذا وصلنا لمرحله قلنا بنعرف كل شيء بنضيع بنشد. انا دايما بتصير هيدي الشهر انه نحن نعرف ونفقه ونعرف الاجوبه، طبعا ما بنعرف كل شيء. بس المشكله انه كثير كتار الناس من مسيحية اخوتنا ما بيعرفوا شو عن المسيح، وهذا شيء بيوجع لي قلبي كثير. معك اللي صار اليوم، شو بتحبي توجهي كلمه قبل الختام للمشاهدين اللي عم تحضرنا؟ بدي اكثر شغله وجه هلا لكل المسيحيين، لانه انا بدي ضوي وبدي دائما شد على قصه المسيحي
بدي اقول لهم انا كدايما اقول بالثوره ودايما بقولها، بقول لهم عيدوا حساباتكم. يلي مفكر انه البشر او الناس اللي على هالارض بتعطينا خلاص هو غلطان، لازم يرجع يعيد حساباته. انا دايما بالثوره كنت عم بوجه للناس، عم بقول لهم اذا انتم ناطرين خلاص من البشر انتم غلطين. قروا العصور، قروا الكتب السماويه، اقرأوا يفتح، شوفوا عبر العصور مين خلص الشعوب. دائما الشعوب كانت تغلط وكانت تضيع عن المسار، وكان يسوع دائما هو اللي يردها. كان الله، اذا بدنا نقول الله الرب، الرب الاله. صح. فدائما احنا بنقول الكلمه صار جسدا. مين فعلا كان الكلمه بالعهد فعلا القديم؟ هو يسوع. فاللي مضيع واللي مفكر انه البشر، قلت لهم بالثوره، قلت لهم ليه ما بتلتجوا للصلاه؟ كان دائما يقولوا لي صار انت ملك فناني، انت لازم يكون عندك صوت، لازم تنزلي على. قلت لهم مين قالكم انا عم بتظاهر؟ بس انا عم بتظاهر طلوع صوب السما. شو حلو. كل جمعه كانت بالرغم من البرد ومن قساوه المشوار كنا نطلع على درب السما انا ويوسف ماري شبيبي، نصلي المصبح والرحمه الالهيه ونسجد ونصلي ونطلع نسجد دائما، وكل ونعمل امرار سجود بقلب الجمعه 3 مرات كرمال، والمسبحه كرمال شبيبه لبنان وشعب لبنان يفهم انه مش بالسب، مش بالادانه، ممنوع الدينه. حتى لو انتوا اوكي عم بتقولوا فاسدين، طب انتوا بتكون دين وبتكون عندكم، بتكون عندكم براهين، مش بنخرب الدنيا كرمال ندين بعض. بعدين سلموا اموركم، انا دائما بقول لهم سلموا اموركم للرب. صحيح. اللي ما بيسلم حياته للرب ما بيلاقي فرح وما بيكون عنده قناعه. لكن دائما بنقول انه ظروفنا ما بتتغير. صحيح. نحن مش عايشين بمثالية المسيحيين اللي بيحبوا يسوع، بس بيعلمنا يسوع نشوف ظروفنا بطريقة مختلفة. صحيح. ونحب وقعنا ونعيشه ونسلمه ونتحمل معه. فيمكن أنا طولت. لكن ليش ما نقول لتكن مشيئتك إذا بدنا نسلم تسليم؟ أنا بقول لهم إذا بتقولوها هيدي 10 مرات أو 20 مرة بالنهار هي لوحدها صلاة. المسبحة طبعاً دائماً بوجه، أنا دائماً بقول إنه أنا من الناس اللي ما بيطلعوا من بيتهم بلا ما يعملوا مسبحتهم. أنا فعلاً كنت إنسانة غير، وشوفوني بعدني. يعني بقول لهم للشبيبة انه اذا كنتوا بتحبوا يسوع مش معناتها انتوا بشعين، مش انتوا على المود، مش انتوا ما عندكم، مش عايشين، مش متعلمين. لحو انا بتعلمي وبعيش وبفرح وبسهر وبعيش كل شيء، بعيش عن جد الفرح، بعيش بكل، بس اكيد بعيش ضمن تعاليم يسوع المسيح. فبقول لهم يا رب يرجعوا اكثر، يصلوا، يتعرفوا على سر الاعتراف، سر كثير مهم، اللي ما بيعترف. صحيح. ما في يتناول، ما في يعرف محبة يسوع، الاتحاد بيسوع هو شيء عظيم جدا. وبقول لهم دايما عن جد أنا كل الأشياء اللي بحصل عليها والعجائب اللي حصلت عليها، حصلت عليها بالسجود قدام الإربان المقدس. واو. هيدي هو فعلا فعلا، صدقيني قد ما تسبحي. وأحلى شيء بليز بدي أعلق على شغلة، بيقولوا لك نحن بنعمل منيح، نعمل خير، نحن جيدين، أوكي، بس هذا ما بيكفي. فيك تعمل خير كتير بس إذا ما بتصلي وما بتعترف وما بتتحد بالإربان المقدس انت سوري ما انا كامله. يعني انت مش كامل وما غزت روحك. صح. إلسا بدي اشكرك على وجودك معي، وانا بدي اشكركم تركتوا لي هيدي المساحه. صار وقت بدي فش خلقي، بس قلت يمكن انتم هون المنبر الاسلم مريم اجمل من خلال المسحه. دخيله اسمها. مشاهدينا بريك ومنتابع معكم.